مرحبا بكم مرة أخرى في تتمة الفيديو تتمة الإكزرسيس الثالث. وفي الفيديو الثالث في هذه المرحلة دابا وصلنا لمرحلة لي مومون فليسيسون. الفرق ما بين لي مومون فليسيسون و لي زيفور ترونشو أن هنايا غادي نزيدو لا ديستونس، غنبداو نضربو في لا ديستونس كما درنا مع لي رياكسيون لي زابوي، كنزيدو غير لا ديستونس. الفرق ما بين العادية و المومون هي هذيك لا ديستونس. إذا شنو كان عندنا في السيكسيون الأولى؟ كانت عندنا ار ا في اكس ناقص، كانت عندنا ار ا وكانت ناقص كي اكس. ار ا شحال غادي تضرب على المسافه اكس، وكي اكس لاننا وضعناه في النص غادي تاخذ لينا تضرب لنا مسافه اكس على 2. فاحنا هنايا خرجنا لي مومو لان يعني ممكن نهضروا على، ولكن هناك ما كنتاجوا على والو، كنتاجوا للمقطع النقطه على القطعه. اذا هنا هذه هي المعادله الاولى اللي عندنا، غادي نعوضوا كل شيء بالقيمه ديالو وغادي نشوفوا كيفاش غادي ولات لينا العمليه. العمليه ملي بقينا كنبسطناها لقينا ان ار ا ناقص 21.22 اكس، وكانت عندنا كي اكس مضروبه عاوتاني في اكس، اذا كي اكس اس 2 على 2، اذا هي 2.5 اكس اس 2. هنايا ما قعدنا حتى شي حاجه نختزلو، معادله من الدرجه الثانيه. معادله من الدرجه الثانيه الشكل عندها، الشكل ديالها كيكون عباره عن بارابول، التمثيل المبياني ديالها الا بقينا نمثلوها كتكون عباره عن بارابول. اذا غنعوضو بالصفر، عندنا الاكس وعندنا الاكس عاوتاني، الصفر لا تضرب شي عدد ولا تضرب شي عدد عطانا زيرو، اذا خرجتنا زيرو. 3.5 غنكالكيليوها عطاتنا ناقص 104.895 كيلو نيوتن فوا لو متر، لاننا كنهضروا بلا ديستونس، راه ضاربين في لا ديستونس، هادي علاش جات المتر هنايا، الاخرين ما كانش فيهم المتر. لي مومو دائما كتكون البوا في لا ديستونس في المتر. السيكسيون الثانية بدات من 3.5 و 3.4.5، عندنا ار ا صاعدة، عندنا اف ا نازلة. غادي نشوفو ار ا مضروبة في اكس ناقص اف ا مضروبة في هاد لا ديستونس اللي بقات لي هي شناهي، هاد الاكس كاملة نقصنا منها 3.5 ناقص كي، لان دائما هاد كي دائما عقلوا عليها، الا كانت عندكم لا شارج دائما كتساوي كي في اكس اس 2 على 2. الكالكيل راه غيبقى غادي غادي حتى غادي نوصلوا لواحد القيمه اللي ممكنش نبسطوها، ولا عندنا معادله هنايا معادله من الدرجه الثانيه، المجهول الاول ا العدد ا العدد بي، وهنا الثابته سي اللي هو غير رقم. اذا العمليه عباره عن بارابول، تعويض تعويض بالنسبه لاكس ب 3.5 خرج لنا ناقص 104.895 كيلو نيوتن في المتر، وبالنسبه للمجال 4.5 خرج لنا ناقص 166.115 كيلو نيوتن في المتر. لا سيكسيون 3، لا سيكسيون 3 من 4.5 حتى 6.7. سيكسيون 3 فتنا الار بي وعاد قطعنا على حساب الكوتاسيو اللي عندنا، اذا زدنا الكوتاسيو الثانيه هنا اللي ولات معلومه، بقات لنا غير واحد شويه اللي ما معلومش. غادي نجيو نكتبوا لي مومون فليسيسون، قلنا ار ا دائما كتضرب في الاكس، اف ا كما بحال قلتي غادي تشدوا هذه المعطيات الاولى غادي تزيدوا عليها غير الار بي اللي تزادتكم هنا، تشدوا نفس داكشي اللي تكتب لكم في المومون الاول وغادي تزيدوا عليه غير الار بي. شحال بقى ليها مضروبه في الاكس ناقص 4.5، لان هذه المسافه ما عارفهاش، الا بغيتي تعرفها غتشد الطول كامل تنقص منه هذه البارتي، اكس ناقص 1 زائد 3.5 اللي هي 4.5. هادشي اللي خرج لينا، ما تبقى راه واضح ار اف اكس راه هي كاين عندنا الفوق، اف اكس ناقص 3.5 راه عندنا الفوق، كي في اكس اس 2 على 2 راه عندنا الفوق. ملي كالكيلينا بقينا غادي نبسطو، راه العمليه راه بسيطه تبسطو عاديين، وصلنا للنتيجه الاجماليه اللي هي ناقص 2.5 اكس اس 2 زائد 103.5 اكس ناقص 581.24. كنقول ايضا ان راه بارابول وكنعوضو بالقيم، عوضنا بالقيمه تاع 4.5 خرجت لينا ناقص 160.115 كيلو نيوتن في المتر، وفي النهايه خرجت لينا زيرو. واللي بغيت نشير ليه ان دائما البدايه والنهايه في المومو خصهم يبداو بزيرو ويساليو بزيرو، لانه كيكون عباره عن تحدب او لا تقعر، وكيكون النهايه ديالو هي صفر، خصو يرجع لو بوين زيرو. وشنو كنت بغيت نقول؟ بغيت نقول لكم حاولوا تخدموا التمرين راسكم وتعتمدوا على نفوسكم، وحتى الى ما استطعتيش توصل الاجابه قارنا مع الفيديو. ولا كان عندكم شي تساؤلات ولا شي استفسارات مرحبا بكم في الصفحه ديالنا على الفيسبوك اللي هي OVBT RDM من ورا سلاش، تكتبوا OVBT.RDM. الله يعاونكم اخوان.